ديوان نقوش المدينة يضيف إلى صفحاته أجزاء لشعر الرسول وأحفاده. الباحث في النقوش الإسلامية المبكرة محمد المغذوي يرجح أن آل كعب بن مالك استقروا في المدينة المنورة نحو 200 عام، مستنداً فيما ذهب إليه بعدد من النقوش الصخرية الموثقة بأسمائهم وأسماء أحفادهم. هذه نقوش لآل كعب بن مالك رضي الله عنه أجمعين، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. النقش الأول يقول: أنا إسماعيل ابن نعمان آمنت بالله العظيم. هو إسماعيل ابن نعمان ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أبو موسى، وهو والد المحدث أبو موسى هارون الذي روى عنه الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين. اللي أسفل منه: أنا زيد ابن خارجة ابن عبد الله ابن كعب، أسأل الله الجنة. هذا بنسب متصل إلى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا زيد ابن خارجة ابن عبد الله ابن كعب رضي الله عنهم أجمعين، أسأل الله الجنة. وهو محدث روى عن والده خارجة رضي الله تعالى عنه، وخارجة أيضا روى عن والده عبد الله رضي الله عنه، وروى أيضا عن أخيه النعمان ابن عبد الله ابن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وعلى اليسار هناك نقش في التوبة أيضا للمحدث أيوب ابن نعمان أخو إسماعيل وأخو عبد الرحمن وأخو أبا بكر، كلهم لهم نقوش هنا. يقول فيه: تاب الله على أيوب ابن نعمان، وهو أيضا روى عن والده، وروى عن إسحاق ابن خارجة ابن عمه روى عنه أيضا رحمه الله وغفر عنه وغفر له، وروى عنه الواقدي محمد بن عمر الواقدي رحمه الله أجمعين. هل درس الخطاطون حركة الشمس ونوع صخور مدينتهم في سبيل تأمين أطول عمر لها؟ خطاط مدني من بينهم ينسب له 25 نقشاً، أو ربما سيكتشف له أكثر من ذلك. عبد الله بن طريف الجهني هو أخبر من عرف موارد المياه في المدينة، فلا يكاد هناك مورد إلا وتجد له نقشاً هناك. الآن نشوف يا أخ محمد بعض النقوش حالتها، يعني من الوضوح من عدم الوضوح، يتعلق بتوجه الصخرة، هل هو شمالا جنوبا للشمس للهواء، وأيضا نوع الأكسدة الموجود على الصخرة. ما هذا النقش الذي يعني ليس بالسهولة قراءته؟ هذا نقش لعبد الله بن طريف الجهني ثم الثعلبي ثم المالكي رضي الله تعالى عنه، وأنا أرى أنه من أهل منتصف القرن الأول الهجري. نعم، لأنه كان يختار الواجهات الصخرية البارزة للكتابة، وتجد أسفله كتاب مؤرخ سنة 79 للهجرة، ونقوش للصحابة بجواره أو لكبار التابعين، بينما هو اختار الواجهات الرئيسية. للأسف ليست له ترجمة في المصادر التاريخية. هو نقش تعريفي له، وله في المدينة 25 نقشا. في المدينة وفي طريق القوافل. يقول في نقشه هذا رحمه الله: بسم الله، أنا عبد الله ابن طريف الجهني. صفحات كأنها قصاصات صخرية ألصقت على واجهة الجبل. هو أحد أعلى الجبال المشرفة على منازل كعب بن مالك. نقوش هذه الصفحات الصخرية تتحدث في معظمها عن توكل وثقة بالخالق الكريم. بعض الخطاطين عاش في المدينة المنورة مستقراً آمناً نحو 45 عاماً،
وهذا ما توصل له الباحث محمد المغذوي من خلال احتساب الفارق بين تاريخ نقشين مؤرخين لكاتب واحد. ومن خلال ذلك دلالة على تطور الخط المدني لهذا الكاتب والكثيرين من أمثاله. يبدو أن النقوش الإسلامية المبكرة الخط المدني في محيط منازل آل كعب بن مالك رضي الله عنه ليست حكرا على أحجار في الأودية وبداية وسفوح الجبال، إنما أيضا وجدنا كمية كبيرة من هذه النقوش في أعلى جبل مشرف على هذه المنازل، شيء لا يصدق، كثرة النقوش والخط الجميل. طبعا الصعود إلى الجبل ليس بالأمر السهل، انظروا يا شيخ محمد، يعني شيء عجيب، لن نقرأ كلها، هي بالمئات، لكن الآن وجدنا 8 نقوش متجاورات. أقرأها أيها. نعم، وهي من روائع الخط المدني، هي نقوش في الثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول فيها: حسبي الله عليه توكلت وكفى به وكيلا، وكتب عبد. والنقش الذي يجاوره أيضا: حسبي الله ونعم الوكيل وكتب، ولم يذكر اسمه. والنقش الذي بعده: حسبي الله عليه توكلت وكفى به وكيلا، وكتب موسى ابن بشير ابن الزبير. والذي بجانبه نقش آخر، نقش لوالده بشير ابن الزبير: أنا بشير ابن الزبير أسأل الله الجنة، رحمه الله وغفر له. ويقع أيضا بجواره نقش: الله ثقة هارون ابن بشر، رحمه الله وغفر له. والنقش الآخر: حسبي الله عليه توكلت وكفى به وكيلا، وكتب عبد الرحمن ابن، ولم يكمل. والنقش قبل الأخير: على الله توكلت، على الله توكلت وكفى به وكيلا، وكتب عبد الله ابن عبد الرحمن. والنقش الأخير هو لعبد الرحمن ابن خطاب، والمؤرخ سنة 79 و100 للهجرة، وهو ابن الخطاب ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك، وهو أكبر أبنائه، وكان يكنى عبد الله بالخطاب. هذا حفيده عبد الرحمن رحمه الله. وهذا الذي مكث هنا 47 عاما، هذا أحد نقوشه التي وثقناها، وحسبنا كم بس فقط الفارق الزمني بين النقشين من سنة 132، نقشها المؤرخ سنة 132، إلى تاريخ كتابته لهذا النقش وهو سنة 79 و100 رحمه الله، وجدناها 47 سنة. ويمكن أن يدرس أيضا تطور الخط المدني في هذا بين النقشين في هذا فترة طويلة 47 سنة. يقول رحمه الله: حسبي الله عليه توكلت وكفى به وكيلا، وكتب عبد الرحمن ابن خطاب سنة 79 و100 وكتب، ختمها أيضا وكتب، رحمهم الله وغفر لهم. كلهم أحفاد. أي نعم، هذه كعب. 9 نقوش جميعها لأحفاد كعب بن مالك رحمه الله ورضي عنه.